بتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أناب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لتتويج أبطال سباق 120 كيلومترا لبطولة سموه، بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث فاز باللقب فريق فيكتوريوس عبر الفارس عيسى العنزي. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للبطولة التي حققت نجاحات عديدة وأكدت التطور الكبير لرياضة القدرة في مملكتنا والتي تنعكس على المشاركات الخارجية، مشيرا سموه إلى أن هذا الدعم ينصب نحو تطور رياضة القدرة. أكد سموه على المكاسب العديدة التي تحققت في البطولة من خلال المشاركة الواسعة من الإسطبلات والفرسان والمنافسة القوية والمثيرة التي شهدها سباق 120 كيلومترا في مراحله، وهو ما يؤكد حرص المشاركين على تأكيد ريادة القدرة البحرينية، مبينا سموه أن المشاركة الواسعة دافع كبير للجميع قبل المشاركة في أهم وأغلى بطولات القدرة البحرينية، وهي بطولة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه القادمة. وأعرب سموه عن سعادته بالمساويات الفنية الرفيعة التي قدمها الفرسان وتميزهم وفوزهم بالمراكز الأولى، والتي جاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق التي جاءت مثيرة وحملت في طياتها الإثارة والندية والمنافسة الشريفة بين كافة المشاركين. وهنأ سموه الفرسان الفائزين بالسباق وأعرب عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة، مؤكدا الدور البارز لهم في نجاح منافسات البطولة، مشيدا بالمشاركة الواسعة من مختلف دول العالم في السباق. من جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن تقديره للمتابعة والدعم المستمر من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لرياضة القدرة، مشيدا سموه بنجاح البطولة من الناحيتين التنظيمية والفنية والمستوى المميز الذي قدمه الفرسان طوال البطولة. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن البطولة حققت العديد من المكاسب المميزة وشهدت منافسة قوية ومثيرة بين كافة الفرسان المشاركين في المراحل الأربع التي شهدها السباق، مشيدا سموه بالجهود التي قامت بها كافة اللجان في التحضير والإعداد لسباق خالد بن حمد والسباقات المقبلة، والتي ستساهم بكل تأكيد في إنجاح جميع الفعاليات التي تقام في قرية القدرة الدولية.